السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في عدد جديد على قناتنا على اليوتيوب إلياس كاد. قررت عمل هذا الفيديو يعني باللغة العربية. هذا الفيديو موجه لكل إخواننا المغاربة، يعني لكل إخواننا في المغرب العربي، يعني جزائريين، مغاربة، تونسيين. يعني هذا الفيديو موجه لكل من يتكلم باللغة العربية، وقررت يعني عمل هذا الفيديو باللغة العربية لكي أشرح لكم خطوات القيام بالهجرة إلى كندا عن طريق ما يسمى برخصة الدراسة، يعني الرخصة الدراسية. إن يعني الكثير، إن لم أقل إن لم نقل يعني الكل، يعني الكل من يريد الدراسة بكندا، يعني الهدف من الدراسة هو للحصول على الإقامة الدائمة بكندا، يعني لأن الدراسة بكندا يعني تكلف الكثير والكثير، وليس الكل يعني قادر على هذه التكلفة، على تكلفة الدراسة بكندا. يعني من أجل هذا قررت يعني أن أشرح لكم يعني خطوات عمل رخصة الدراسة بكندا. وقبل يعني قبل الشروع في شرح الخطوات، يعني أريد أن أتكلم على نقطة مهمة وأساسية جدا في هذه المجموعة أو على يعني قناتي على اليوتيوب. أريد يعني أن أشرح لكم لماذا أتكلم، يعني لماذا أشرح في فيديوهاتي باللغة الفرنسية، لأن على المجموعة يعني في المجموعة على الفيسبوك أو في متابعي على اليوتيوب، يعني الكثير هناك أناس كثيرين لا يتقنون اللغة العربية، يعني لا يتقنون اللغة العربية ولا يتكلمون باللغة العربية ولا يفهمون اللغة العربية. يعني والهدف من أي لغة، سواء اللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الهندية أو لغة أخرى، يعني هي الكوميونيكيشن، يعني توصيل المعلومة. المهم يعني والله العظيم المهم بالنسبة إلي توصيل المعلومة للمستمع أو للمتابع. تكلمت سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية، يعني لا يهم. المهم يعني والأهم أن المستمع أو المتابع يفهم المعلومة. ولأن الكثير من هناك أناس، يعني يجب علينا أن نحترم متابعينا، يعني الكثير من الناس لا يفهمون اللغة العربية، يعني لا يليق بي ولا يليق بأحد آخر، إلا في حالة ما إذا الشخص يعني لا يتقن اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، لا حرج في ذلك، يعني لا حرج في ذلك. ولكن أنصحه، والله أنصح كل متابعي على اليوتيوب أو على مجموعتي على الفيسبوك بروسيدور ديتود أو كندا كيبيك بور لي زامبيسيو، يعني أنصح بتعلم اللغة، يعني والله لا حرج في ذلك، تعلم اللغة. يعني لا أقول لك، والله العظيم لا أقول لك أحب الفرنسي أو أحب الفرنسيين أو أحب أصحاب اللغة، يعني لا، أو أحب فرنسا أو أحب إنجلترا أو أمريكا. تعلم اللغة، لأن تعلم اللغة مهم جدا، يعني إذا أنت تريد يعني الدراسة بكندا أو الدراسة بأمريكا، الدراسة يعني في بلد آخر، يجب عليك يعني أقل الأشياء وأضعف الإيمان هي تعلم اللغة. يعني ولهذا يعني أشكر العقول المتفهمة والمتفتحة والراقية، يعني شكرا لتفهمكم، وأيضا لمتابعينا على مجموعتنا على الفيسبوك أو على اليوتيوب.
إن لم تفهم يعني أي شيء في الفيديوهات أو في منشوراتنا على المجموعة على الفيسبوك، ما عليك إلا أن تكتب يعني باللغة العربية بالدارجة، يعني باللغة القبائلية، بالأمازيغية، بأي لغة كانت، باللغة التي تتقنها، يعني تستطيع أن تطرح سؤالك يعني كما باللغة التي تتقنها، وسنقوم يعني بإجابتك يعني من دون أي مشكلة، يعني سنجيبك بلغتك أو بلغة أخرى. المهم يعني والهدف من هذه المجموعة هي مساعدتكم، يعني مساعدة الناس في خطوات طلب رخصة دراسة كندا أو الهجرة إلى كندا. هذا هو الهدف من هذه المجموعة، وليس الهدف من المجموعة يعني الـ 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 يعني يعني créer des je sais pas créer des conflits entre les gens et tout. يعني ليس هذا هو الهدف من المجموعة، والله هدفنا هدف نبيل. ويعني أتمنى يعني بأن هذه المجموعة يعني تستطيع أن تخدمكم وتقدم لكم يد المساعدة في خطوات طلب أو خطوات الهجرة إلى كندا. بدون الإطالة، يعني اسمحوا لي، يعني قلت يعني موجز قصير وأطلت في الكلام، اسمحوا لي يعني بدون إطالة نشرح يعني أشرع في شرح خطوات الهجرة يعني إلى كندا عن طريق طلب رخصة الدراسة، عن طريق طلب الرخصة الدراسية ترمي ديتود. وكبداية يعني كبداية يعني أفضل التكلم يعني التكلم عن الخطوة الأخيرة التي تحفزك للقيام بالخطوة الأولى. الخطوة الأخيرة اللي هي الحصول التي هي الحصول على الإقامة الدائمة بمقاطعة كيباك، والخطوة الأولى هي الشروع في مشروع تقديم رخصة الدراسة لكيباك. يعني سنتكلم عن آخر الخطوات التي ستحفزك عن القيام بالخطوة الأولى. آخر الخطوات يعني أريد التكلم عن البرامج التي تؤهلك للحصول على إقامة دائمة في مقاطعة كيباك، يعني للحصول على la résidence permanente في مقاطعة كيباك. وأول هذه البرامج هو البرنامج العادي لاختيار العمال المهرة، بروغرام ريغولي دو سيليكسيون دي ترافايور كاليفي. يوفر هذا البرنامج يعني تقييما لخصائصك الاجتماعية والمهنية وفقا لعدة عوامل، كما يأخذ في الاعتبار خصائص الزوج وشريك الحياة المدرجة في التطبيق. يعني سنتكلم يعني سأتكلم بصفة عامة عن هذه البرامج، وسنقوم بشرح كل هذه البرامج يعني في فيديوهات قادمة. سنقوم بشرح كل هذه البرامج خطوة خطوة، وكيف يعني تقوم بالتقديم في كل برامج، وما هي الشهادات التي تؤهلك للاشتراك في هذه البرامج. ويعني ثاني البرامج هو برنامج الخبرة كيباك لخريجي جامعة كيباك، سي بروغرام دو ليكسبيريونس كيباكواز لديبلومي دو كيباك. يعني هذا البرنامج يحتوي على هو برنامج واحد. هناك برنامجين يسميان برنامج الخبرة كيباك، ولكن هذا البرنامج الأول هو برنامج خبرة كيباك لخريجي جامعة كيباك، والبرنامج الثاني هو برنامج الخبرة كيباك لأخصائي أجنبي مؤقت، يعني للحاصلين على شهادة في كيباك، وهو يعني حاصل على شهادة في كيباك
يعني وهذه الشهادة، يعني على سبيل المثال حاصل على شهادة وهذه الشهادة لا تؤهلني للاشتراك في برنامج الخبرة في كيبيك لخريجي جامعة كيبيك، لأني لا أستوفي شروط المشاركة في البرنامج. هذا البرنامج، برنامج الخبرة كيبيك، أخصائي أجنبي مؤقت، يعني أنا مقيم يعني بصفة مؤقتة في كيبيك، وأشتغل بصفة مؤقتة في كيبيك. هذا البرنامج يتيح لك إذا كان لديك حاليا وظيفة متخصصة، يعني أنت حاليا تشتغل في كيبيك بصفة قانونية، يعني وبصفة قانونية مؤقتة في وظيفة متخصصة. إذا كنت قد حصلت على هذه الوظيفة في كيبيك لمدة لا تقل عن 12 شهرا من إلى 24 شهرا الماضية على تقديم طلبك لهذا البرنامج، وإذا كان لديك مستوى شفوي متقدم، متوسط المستوى، متقدم في اللغة الفرنسية، يمكن أخذ الخبرات المهنية المكتسبة من خلال برنامج تبادل الشباب في الحسبان. يعني يجب عليك من الشروط الأساسية التي يجب استيفاؤها من أجل المشاركة في هذا البرنامج هي إتقان اللغة الفرنسية. يعني يجب أن يكون لديك مستوى، يعني مستوى لا بأس به في اللغة الفرنسية من أجل القيام، من أجل المشاركة في هذا البرنامج، سواء تكون قد درست في كيبيك باللغة الفرنسية، يعني أكملت شهادتك الدراسية في كيبيك يعني باللغة الفرنسية. إذا درست باللغة الإنجليزية يجب عليك التقديم لامتحان اللغة الفرنسية والحصول على مستوى لا بأس به الذي يسمح لك المشاركة في هذا البرنامج. وبالنسبة للبرنامج الأول، شهادة كيبيك المؤهلة لبرنامج خبرة كيبيك لخريجي جامعة كيبيك، هذا البرنامج، البرنامج إذا كنت قد حصلت، هذا البرنامج موجه إليك إذا كنت قد حصلت على دبلوم في كيبيك مؤهل، يعني دبلوم مؤهل، إذا كنت قد حصلت على شهادة مؤهلة لهذه البرنامج، لأنه هناك شهادات غير مؤهلة لا تسمح لك في المشاركة في هذا البرنامج، وسنتكلم عن الشهادات التي تسمح لك للمشاركة بهذا البرنامج. يعني إذا كنت في طور، إذا حصلت على شهادة في كيبيك مؤهلة أو كنت في طور الحصول عليه ولديك مستوى متقدم في اللغة الفرنسية، يجب أن يكون لديك مستوى متقدم في اللغة الفرنسية، يعني من أجل الشروط، يعني من الشروط الأساسية التي يجب استيفاؤها من أجل المشاركة في هذا البرنامج. ومن بين الشهادات في كيبيك المؤهلة لبرنامج خبرة كيبيك هي درجة البكالوريوس، يعني البكالوريا، وبكالوريا اللي هو لو برومي سيكل في الدورة الأولى في الجامعة، درجة الماجستير أو الميتريز، درجة الماجستير أو الميتريز أو ماجستير في إدارة الأعمال في ماستر أوف بيزنس أدمنستريشن، ميتريز en administration des affaires. هناك شهادة الدكتوراه، دبلوم تقنيات الدراسات الجامعية، دبلوم تقنيات الدراسات الجامعية، يعني يسمى هكذا، سي دبلوم ديتود كوليجيال، لو دبلوم ديتود كوليجيال لو دي او سي، دبلوم الدراسات المهنية، دبلوم ديتود بروفيسيونيل. ويجب عليك أن تكون قد درست 1800 ساعة أو أكثر في هذا البرنامج. أعيد، بالنسبة لبرنامج الدبلوم الدراسات المهنية، دبلوم ديتود بروفيسيونيل، يجب عليك أن تكون قد درست 1800 ساعة أو أكثر في هذا البرنامج لكي تكون مؤهل للمشاركة في برنامج خبرة كيبيك لخريجي جامعة كيبيك. ويوجد أيضا برنامج دبلوم، يعني شهادة الدراسات المهنية ديوبي التي تليها يعني بشهادة من التخصص المهني ASP، Attestation de Spécialisation Professionnelle.
هذه يعني تخص الذي الذي على سبيل المثال درس الديوبي، درس ديوبي ولم يكمل 1800 ساعة، وأكمل هذه 1800 ساعة بشهادة أخرى، بشهادة من التخصص المهني ASP، التي تسمح له بالحصول على معدل كلي لدراسته في كيباك على 1800 ساعة. في هذه الحالة يسمح له بالمشاركة في برنامج الخبرة كيباك لخريجي جامعة كيباك. هذا فيما يخص البرامج الثلاثة التي تسمح لكم للحصول على الإقامة الدائمة بكيباك، بمقاطعة كيباك. فضلت التكلم على هذه البرامج لكي تحسنوا اختيار، ولكي تحسنوا لكي تحسنوا القيام بالخطوة الأولى في برنامج التقدم للحصول على رخصة الدراسة بكيباك، والتي هي البحث عن برنامج دراسي متوافق من درجة أولى مع الدراسات التي قمت بها في بلدك الأصلي، ومن الدرجة الثانية للتقدم إلى برنامج متوافق مع هذه البرامج الثلاثة للحصول على الإقامة الدائمة بكيباك. يعني يجب اختيار البرنامج يعني بروية و ب أتتروبوزي، يجب عليك يعني اختيار برنامج يعني متوافق مع دراستك في بلدك الأصلي. فوالا. ثاني الخطوات بعد أن حصلت يعني بحثت على برنامج ووجدت برنامج متوافق مع دراساتي وأستوفي ويجب قراءة شروط الاستيفاء، الشروط التي يجب عليك استيفاؤها للحصول على القبول في البرنامج الذي قمت باختياره، لي كونديسيون دادميسيبيليتي او بروغرام شوازي. بعد ذلك نأتي إلى القيام بطلب الدراسة، بطلب القبول، طلب القبول في الجامعة أو في الكوليج أو في معهد التكوين، اللي هي لا دوموند دادميسيون في الجامعة. هذه ثاني خطوة يجب عليك أن تقوم بها من أجل الحصول على رخصة الدراسة في مقاطعة كيباك. ثالث خطوة يجب عليك التقدم إليها. نسيت أن أتكلم عن ثمن طلب التقدم للقبول في جامعة أو معهد تكوين مهني. الثمن يتراوح من بين 30 دولار إلى 250 دولار على حسب المؤسسة التي تقدمت لطلب القبول فيها. يعني على سبيل المثال نأخذ على سبيل المثال 43 دولار في ليكول سوبيريور دو تكنولوجي أموريال، في المدرسة العليا للتكنولوجيا في موريال. 82 دولار في جامعة لافال في كيباك سيتي. 40 دولار في جامعة شيربوك. 42 دولار أو 43 دولار في جامعة يوكاتيير ترواريفيير، إلى آخره. يعني تجدون في مواقع الجامعات أو في مواقع كل هذه المؤسسات التعليمية تجدون كل المعلومات فيما يخص طلب قبول في هذه المؤسسة التي تريدون الدراسة فيها.
ثاني الخطوات أو ثالث الخطوات التي يجب عليك القيام بها هي طلب القبول في مقاطعة كيباك. طلب شهادة القبول في مقاطعة كيباك هي السيرتيفيكا أو رخصة القبول في مقاطعة كيباك التي هي بمثابة تأشيرة الدراسة بكندا. تأشيرة الدراسة بكندا، رخصة القبول في مقاطعة كيباك هي بمثابة تأشيرة الدراسة في كندا. يعني في المقاطعات الأخرى ليس هناك رخصة القبول في المقاطعة إلا في مقاطعة كيباك. في مقاطعة كيباك يشترطون الحصول على هذه الرخصة من أجل الدراسة في مقاطعة كيباك اللي هي لو سي ا كيو لو سيرتيفيكا داكسيبتاسيون كيباك أو رخصة القبول في مقاطعة كيباك. وثمن التقدم لطلب هذه الرخصة هو 112 دولار 112 دولار 112 دولار. تقوم بالتقدم عليها على موقع الهجرة الكندية لوميدي مينيستير وزارة الهجرة الكندية لومينيستير دو ليميغراسيون دو لا ديفيرسيتي اي دو لانكلوزيون. لقد شرحنا كيفية التقدم يعني لهذا شرحنا كيفية التقدم وشرحنا شرحنا كيفية التقدم لهذه الرخصة ولجميع الخطوات في فيديوهات سابقة قمت بشرحها باللغة الفرنسية. ويعني قمت بعمل مجموعة من الفيديوهات التي سميتها ريوسير ما دوموند فيرمي ديتود، وهناك فيديوهات في على قناتي على اليوتيوب اسمها في البلاي ليست بروسيدور ديتود او كندا. تجدون كل الفيديوهات المتعلقة سواء بطلب القبول في الجامعة، طلب القبول في مقاطعة كيباك، وآخر الخطوات التي يجب عليك التقدم بها للدراسة في كيباك هي طلب رخصة الدراسة لو بيرمي ديتود. ومن بين الشروط الأساسية للتقدم لطلب رخصة الدراسة بمقاطعة كيباك هي الحصول على شهادة القبول من الجامعة والحصول على شهادة القبول الكيباكية أو شهادة القبول في كيباك أو ما يسمى بالسياكو رخصة سياكو أتيستاسيون داكسيبتاسيون سيرتيفيكا داكسيبتاسيون كيباك. هذه يعني أربع خطوات التي يجب عليك، يعني خطوات سهلة يعني خطوات سهلة جدا، يعني لست مجبر يعني للتقدم إلى والله يعني نسيت كيف يسمونهم les agences de consultation باش يعني تقوم بمشروع الدراسة. يعني خطوات سهلة يعني تستطيع القيام بها بنفسك دون الشروع إلى خبيري الهجرة أو ما يسمون بخبيري الهجرة، ولكن أنا أسميهم يعني عذرا على هذه التسمية، لكن أسميهم بسارقي النقود الناس. يعني خطوات سهلة جدا، يعني تقوم بطلب القبول في الجامعة يعني خطوة سهلة جدا. القيام بطلب القبول في مقاطعة كيباك خطوة سهلة جدا، يعني تقوم بها في رمشة عين، يعني في 10 دقائق يعني تقوم بطلب رخصة الإقامة أو رخصة القبول في مقاطعة كيباك. وبالنسبة أيضا إلى طلب رخصة الدراسة، يعني خطوة سهلة يعني فيما يخص في الاستمارات التي يجب عليك ملأها. يعني شرحنا يعني كل الخطوات وكيف يتم ملأ كل الاستمارات، وهذا هو الهدف من هذه المجموعة. يعني هذه المجموعة تغنيك عن
خبراء الهجرة والمؤسسات التي تتكلف يعني بدراسة هذه ال بون لي دوسي جيوبلي كومون دير لي دوسي اون عربي. فوالا هذه الملفات يعني مؤسسات يعني يقولون بأنهم خبراء في دراسة ملفات الهجرة إلى كندا وغير ذلك. ولكن ما يجب عليك معرفته بأن هذه المؤسسات الخبيرة في الهجرة إلى كندا elle va pas te garantir l'obtention de votre permis d'études. يعني لن تو والله نسيت يعني garantir elle va pas te garantir يعني ماشي راح تاسوري لك l'obtention de ton permis d'études. ياك ماشي راح تاسوري لك الحصول على رخصة الدراسة بكندا. صحيح تقوم بكل الخطوات، تقوم لك بكل الخطوات البيداغوجية التي يجب عليك، التي كان عليك القيام بها لوحدك، ولكن لن تضمن لك هذه المؤسسة لن تضمن لك الحصول على شهادة الدراسة بكيبك. يعني إذا قمت بخطوات الدراسة وحدك، يعني هناك عندك حظ للحصول أو الرفض، عندك حظ الحصول على رخصة الدراسة بكندا أو رفض لطلب الدراسة بكندا لطلب رخصة الدراسة بكندا. وكذلك إذا قمت بعمل وكذلك إذا قمت بعمل يعني بعمل كل هذه الخطوات عند وكالة استشارية في الهجرة إلى كندا، يعني سيكون عندك نفس الحظ في الحصول على رخصة الدراسة بكندا. وأنصح جميع المتقدمين لرخصة الدراسة بكندا بهذه الخطوات بأنفسهم، وستجدون كل المعلومات المتعلقة بالهجرة إلى كندا عن طريق رخصة الدراسة بكندا في هذه المجموعة أو على قناتي على اليوتيوب. ستجدون الشرح الممل لكل هذه الخطوات. كل ما يجب عليكم هو قراءة هذه الخطوات. من فضلكم يجب عليكم القراءة في المنشورات السابقة. يعني هناك يعني عدة أسئلة تتكرر. يعني هناك من يتصل عليك على الخاص ويقول لك يعني أخبرني كيف أقوم بخطوات الحصول على رخصة الدراسة بكندا. يعني لا والله يعني سؤال محرج جدا. يعني هناك يعني شرحت كل الخطوات في منشورات سابقة وفي منشورات معلقة في المجموعة على الفيسبوك، ولكن يعني كل ما أطلب منكم يعني هو قراءة المنشورات، قراءة المنشورات السابقة، قراءة الأسئلة السابقة. ستجدون كل الإجابات على أسئلتكم سواء في منشورات سابقة أو في تعليقات لمنشورات سابقة. وإذا صادفتكم أي مشكلة في طلب القبول في الجامعة أو طلب رخصة القبول الكيباكية أو طلب رخصة الدراسة في كندا اللي هي لو بيرمي ديتود، أو مشكلة في ملء الاستمارات لتقدم لطلب رخصة الدراسة بكندا، أو ما يسمى بطلب رخصة الدراسة بكندا أونلاين. أهلا وسهلا بكم وبكل أسئلتكم. سنقوم يعني
بالإجابة على حسب خبرتنا وعلى حسب معرفتنا وعلى حسب المعلومات التي عندنا بخصوص الهجرة إلى كندا عن طريق الرخصة الدراسة الكندية. أشكركم على حسن المتابعة والانتباه، سنلتقي في فيديوهات أخرى أين سأشرح لكم كل هذه البرامج المتعلقة بالحصول على الإقامة الدائمة بكيباك. دمتم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.